كم مرة تعرضت للنصب والاحتيال؟ هواي واخرها هي هاي مال المناشدة الأخيرة اللي متندم عليها، متندم ناشدت، متندم استنجدت، وأستاهل لأن من استعان بغير الله ذل. خسرت ماديا بسبب النصب لو كان بس ماديا شو قد نضحك عليك مبلغ مثلا 150 مليون كم برنامج عندك حاليا له قسام كل تاريخك واي بهم 30 20 اكثر وحتى اخذت افضل مقدم برامج على قناه العراقيه 2006 نعم مقدم برامج عام مو هاي افضل برنامج او افضل مقدم برامج اطفال لغايه 2018 19 قدمت فتره حزوره بليره حزوره بليره ونعرفهم يعني بشكلك منو افضل من قدمه والله هذا امر جمهور انت برايك والله ما والله ما والله ما والله ما